مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم. يسرني ان استضيف فيها النائب الدكتور مصطفى علوش. اهلا وسهلا بك، نائب سابق وان شاء الله نائب لاحق اذا صار في انتخابات او شيء راح يصير في انتخابات. انا بعتقد الظروف اللي يعني بعد اللي صار خلال اليومين ثلاثة، بعتقد الانتخابات أمر واقع. اللبل الحديث كان عم ينحكى بإشاعات أنه الأمور رايحة إلى تقديم الانتخابات عن وقتها، لكن الرئيس نبيه بري اليوم حسب ما يبدو أنه الانتخابات ستجري بوقتها. في قضايا لوجستية حقيقة اللي تمنع بعد أنه اللجنة اللي كانت عم تشتغل كيفية إدارة العملية الانتخابية اللي هي معقدة جدا جدا، وبأكد لك على الرغم من أنه يعني مع الوقت بتشوفها أنها يمكن تكون سهلة، لكن عمليا أنت عم تفوت على مغارة بعد ما بتعرف عم تتلمس الخطى فيها. وبأكد لك أنه أصعب مرحلة هي تعريف الناخب. ناخب هيني عليه دكتور. المشكله رح بتكون بالاداره يلي اداره صعبه. نعم. اداره صعبه. رح نفوت بهذا الملف انطلاقا من السؤال الاتي: هل عادت الامور الى ما كانت عليه عشيه اعلان استقاله الرئيس الحريري؟ لا، انا ما بعتقد ان عادت الامور كما كانت عليه، لانه عمليا عادت الامور كما كانت عليه معناتها رجعنا على السبب اللي ادى الى الاستقاله والازمه انا اللي بسميها ازمه عابره في أزمة مستدامة، وهلا بشرح بكل سهولة ليه. الحاجة الآن إلى ترميم التسوية الرئاسية اللي انبنت بالأساس على كيفية تحييد لبنان أقصى ما يمكن. هلا بسموها نائب النفس، وهذا السيمانتيك الخبيصة بين أنه تحييد ولا نائب بالنفس، أنه لا ما بنقبل تحييد ولا حياد. أوكي، يعني عمليا التحييد هو أساس ضروري، خاصة أنه عمليا مصلحة البلد هي بالحقيقة مش الحياد. أنا بقول لك بكل بساطة، مصلحة البلد تاريخيا هي بأنه يكون متلازم مع الدول العربية اللي مصلحته التاريخية معها. أنا عم بحكي عن المصلحة. أما بظل عدم إمكانية الذهاب إلى مصلحتك بهاللحظة هذه، فالحياد أو تحييد البلد بهاللحظة هذه على مختلف المستويات هو أفضل الحلول، وقد يكون الحل المتوفر الوحيد بظل الواقع القائم، واللي هو وجود حزب الله كأداة مسلحة داخل البلد. لا، ما بيمشي الحال بالعودة إلى ما كانت العشية. بس عندك انطباع أنه رح بيكون تغيير جذري؟ كل الحكي عم بينقال دكتور أنه إعادة الاعتبار للتسوية مفاهيم مبدئيا بترجع هي ذاتها، كل النقاش رح بيكون يمكن تخفيض سقف الخطاب المعلن لبعض الأطراف، لن يتغير شيء في الجوهر. أنا أكيد 100% أنه هذا أقصى ما يمكن الطموح له بهاللحظة هذه. وعمليا الخيارات الأخرى اللي كانت انحطت بالبداية كانت أثبتت أنه الأدوات لمواجهتها هي غير موجودة. يعني الحديث الأول أنه هلأ إجا وقت المواجهة المفتوحة، يبدو أنه أدواته غير متوفرة. وعمليا السقف اللي انحط بجامعة الدول العربية بالأخص بالبيان وزراء الخارجية العرب عن اعتبار حزب الله هو حزب إرهابي، أنا دائما بقول أنا بالنسبة لي قبل ما هن يصنفوه في عندي كتير معطيات تخليني صنفوا محليا بغض النظر على الكلام اللي قالوا، لكن بالنهاية ما هي الخطوة التالية بعد هذا الإعلان؟ لا يوجد خطوة تالية، خاصة أنه المعطيات ما بتقول أنه في خطوة تالية. لهيك عمليا بالنسبة لنا بانتظار التسوية الكبرى، إن كان حكي عنا مثلا صفقة العصر أو صفقة القرن اللي حكي عنا رئيس ترامب بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنا مقتنع تماما بدون حل هون لا يمكن أن ترتاح بأي مكان آخر، ولا حد دل الأمور مستعملة لخدمة هذا الوضع. وبانتظار التسوية السورية اللي هي عمليا أيضا قد تكون صفقة القرن أو حل القرن، وبانتظار التسوية العراقية اللي بعد ملامحها غير واضحة على الرغم من كل الأمور اللي حصلت، وبانتظار التسوية اليمنية اللي قد تظهر، لأنه هلأ يبدو أنه في كلام عم يقوله الرئيس السابق لليمن أنه كمان في اتجاه معين. يعني عمليا عندنا عدة أمور
يجب العمل على حلها. ساعتها ممكن توصل لستاتيكو أو واقع ينتهي فيه البلد بهاللحظة هذه. هل سيقرر بهذه اللحظة حزب الله أن يبقى جزء من أمة حزب الله، أو يقول أنه أجى الوقت لحتى نلاقي تسوية محلية تؤدي إلى أن يكون هذا السلاح وهذا القرار وقرار السلاح مثل ما قال دكتور سمير جعجع من كام يوم؟ نحن ما عم نطمح نقول نشلحه، لأنه عمليا يبدو أنه هذا من دونه حرب أهلية ومن دونه سفك دماء كما هدد حسن نصر الله بأكثر من مناسبة. دكتور، بذات الوقت إذا شفنا أنه لعبوا بالأزمة الحالية حزب الله، على كل حال رح نأجل لبعد شوي الحديث يلي تفضلت فيه عن الحياد وأنه لبنان ما بيقدر يأخذ حياد، هيدا ملف رح منناقشه بمتن الحلقة بالمرحلة اللي جاية. ولكن السؤال بما أظهره حزب الله والأطراف القريبة من كمان من رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية، بيّن أنه في حرص على الرئيس الحريري بهيدا الوقت، ما هو حدود إذا بدك ما يمكن أن يقدموه من أجل تدعيم موقف الرئيس الحريري؟ بدون أي أوهام وتوقعات كبرى، الحدود هي ما لح تتعدى التجميل الإعلامي. عمليا الجواب على المطلوب اللي هو سمي النقي بالنفس والخروج من أزمات المنطقة، جاوب عليه مباشرة اللواء جعفري اللي هو قائد العام للحرس الثوري اللي حزب الله هو فيلق منه وجزء منه، فقال هذا الحديث عن نائب النفس أنه يعني وهم، وأنه حزب الله سيكلف بمهمات لحفظ الأمن أو لوقف إطلاق النار بسوريا عمليا. لهيك هون القصص أيضا كمان في جدل قائم داخل بيئة حزب الله وداخل الناس المؤيدين له وأيضا داخل قيادة حزب الله. لا طبعا ما بيظهر على العلن، لأنه عمليا بالنهاية هذا حزب حديدي وحزب شمولي بكل معنى الكلمة، فالقرار بالنهاية هو قرار يأتي من القمة، والقمة هي ما عم بحكي هون يأتي من طهران بحد ذاته. كمان منك شايف دكتور أنه في شوية يعني أحرق، بديش أقول تبسيط، بس كمان استسهال طرح الموضوع وكأنه من الخارج. ما بتعتقد لا مش بس بالبساطة، لا ما بتعتقد أنه كمان في أزمة بنيوية لبنانية تجعل أوساط معينة مأخوذة بما يجري خارج الحدود اللبنانية؟ لك أنا سمعت كتير ناس من ما يسميه حزب الله جمهوره بيقول أنه حزب الله ساهم بتخفيف قلقنا من الاعتداء الإسرائيلي بأي لحظة من اللحظات، هو واجه وعمل عنصر توازن مع إسرائيل، لكن لا نوافق على أن يكون عنصر قتال بالمنطقة. أي عم اسمع صرت بشكل واضح ودقيق، خاصة أنه بعد ما يسمى داعش أو الإرهاب التكفير هناك أصبح ورانا نظريا طبعا على المستوى العسكري ومستوى ما يسمى الدولة الإسلامية، أما على المستوى الإرهاب فالإرهاب بعده قائم، والدليل اللي حصل بمصر من كام يوم بالخصوص هذا. أما عمليا بالنهاية لمن أنت يعني عقيدتك تنطلق من مكان، والمكان واضح، العقيدة اللي يلتزم فيها حزب الله هي أنه القيادة والرأي والمشورة والأوامر تأتي من مكان واحد هو الولي الفقيه. طيب هذا لا يعني أنه حزب الله تابع، هو حزب الله جزء من جيش لكن له رأيه، وعمليا من البداية كانت المشورة تأتي ذهابا وإيابا، لكن بالنهاية القرار حسب أدبيات حزب الله واضحة أنه بالنهاية يرسم الولي الفقيه استراتيجيات ونحن نجتهد بإدارته. بقى حسب الاستراتيجية المطروحة أو التي قد تتطور، لأنه من يعني بظل الوضع السوري والوضع العراقي والوضع اليمني أيضا، يمكن استراتيجية اللي قد يضع الحرس الثوري بتوجيه من الولي الفقيه قد تتطور بشكل من الأشكال يفيد نوعا ما
الاستقرار بلبنان. أما الاستقرار التام والدائم فبصراحة لن يكون إلا بأن يكون هناك دولة تسيطر على سلاح كل الأراضي اللبنانية. بالأسبوع الجاي عم ينحكى أنه الإخراج سيكون بدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يتبع بيان وزاري يعتبر ملحق أو بيان عن الوزارة يعتبر ملحق بالبيان الوزاري. هل اتضحت معالمه؟ لك الرئيس الحريري رح يقوم بكمان جملة من الحوارات واللقاءات وبده يسمع مباشرة من الأطراف كلها تسوى رأيهم بهالموضوع هذا. عم تحكي عن بكرة وبعد بكرة؟ نعم صحيح. نعم. وعمليا إذا بده يصير هالشي هذا بده يصير بناء على الاستشارات اللي بدها تنطرح. من ستشمل هذه الاستشارات؟ الكل. كل بصراحة كل القوى النيابية والكتل النيابية والكتل اللي بالتالي الكتل النيابية بما فيها كتلة الوفاء للمقاومة بما فيها كتلة الوفاء بده يسمع منهم مباشرة كلام غير مبهم مثل اللي انطرح بعد خروجهم من لقاء فخامة الرئيس وهو أنه نعم نحن ملتزمين بهالشيء هذا حتى تروح إلى مكان وتقدر تطلع بيان حقيقة يلتزم فيه الجميع لأنه بدي أذكر أنه أعلان بعبدة مش بس بالحوار صار أيضا تم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف وهو أهم بكتير بكتير من البيان, من الوزاري. البيان الوزاري اللي قد نأمل بأي لحظة أنه ينطرح عمليا أنا يعني ما بدي أضفي القناعاتي اللي تنطلق من رؤية معمقة عبسي متشائمة يعني قد تكون متشائمة لقناعتي بصدق حزب الله يعني صدق حزب الله بالتزاماته بخليني نوعا ما ما كتير أتوقع العجيب من الالتزامات العلنية التزاماته العقائدية أنا عم بحكي غير الالتزامات العلنية يعني إذا طلعنا بخطاب وكلام تهدوي مثل اللي طلع بخطاب أمين العام لحزب الله مؤخرا أنا عندي ثقة بأنه الالتزام العقائدي والصدق بالالتزام العقائدي هو أقوى من الكلام اللي بيطلع بلقاءات لكن ليش ما بتأيد الطروحات المشككة التي تدعو الرئيس الحريري إلى تصعيد إلى الخروج من الحكومة؟ طيب شو الخيارات الأخرى؟ هذا هو السؤال. أنا اللي بتطلع الرجل الدولي هو غير الزعيم الشعبوي يعني ودائما بقولها أنه الزعيم الشعبوي بحسه مثل الست أم كلثوم اللي بحبها وبحترمها كتير لكن عمليا تطرب إلى كلامه وتتفاعل بينك وبينه لكن بالنهاية مثل ما قال نزار أباني وعودوا لطاولتي لا شيء معي إلا كلمات. أما الرجل الدولي فعمليا بزين الأمور أنه طيب إذا أخذت القرار اليوم أطربت الناس فيه بكرة شو لحامل. المبدأ الأساسي هو سعد الحريري لو كان شايف أنه من خلال التصعيد سيأتي إلى مكان يؤدي إلى حقيقة استقرار طويل الأمد وأنا عم بحكي عشرات السنوات أو عشر سنوات خلينا نقول لأنه أي واحد يطمح إلى أكثر من هيك. أمريكا من سنة 2009 صار عندها أزمة اقتصادية كانت لح تخرب النظام الرأسمالي بأكمله وهلأ بأمريكا قائمة في أزمة قائمة هي بعد انتخابات الرئيس ترامب لا تزال قائمة حتى الآن والدليل اللي عم نشوفه بالسي إن إن وبكل الميديا. لكن عمليا الاستقرار هو يطمح له أنه إذا في المواجهة المفتوحة تؤدي إلى استقرار طويل الأمد للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللتعددية والديمقراطية وإلى ما هناك كان بيقوم فيها بدون أي تردد. لكن بعد الجولة اللي قام فيها كمان هلأ خلال الثلاث أسابيع الماضية وبعد تكبير الحجر اللي حصل خلال الأسبوع الماضي متأكد سعد الحريري أنه الخيارات الأفضل للبنان هي أن تسير بين النقاط. هذا على كل حال اللي أظهرته المواقف الدول الغربية من قضية استقرار وحتى المواقف الدول العربية الكبرى اللي شافها وبأكد لك يعني بالانطباع ذاته أخذه الرئيس الحريري بآخر لقاء عمله بالسعودية قبل ما يترك السعودية مع يعني. الولي العهد؟ نعم. شو فيك تقلنا شيء زيادة يعني؟ اللي بدي أقوله أنه علاقة سعد الحريري مع الحكم بالسعودية ممتازة وهي على الرغم من كل الإشاعات اللي حصلت
وبعض المظاهر أنا اللي اعتبرت أن مظاهر مضرة بالسعودية أكثر ما هي مضرة بالوضع، لكن عمليا بالنهاية علاقة الثقة قائمة. وبأكد على أنه اللقاءات الأخيرة اللي عملها الرئيس الحريري قبيل سفره إلى فرنسا يعني أكدت هالشيء هذا. بدك تعيد لها طبعا اللقاء مع ماكرون وإلى ما هنالك، هذا طبعا أكد على العمق الحقيقي لعلاقة سعد الحريري اللي ورثها بشكل أساسي مع من رفيق الحريري على مدى مع القيادة الفرنسية. مع القيادة الفرنسية، لكن أيضا اللقاء مع الرئيس السيسي أضاف هذا البعد اللي هو عمليا أنه الاستقرار بلبنان هو أقصى ما يمكن أن نطلبه في الوقت الحالي، وقت اللي بيكون الفيلة تسير ما بقى في، يمكن ما بقى في إزاز كمان بالمنطقة كلها تسوى، يا ريت في إزاز. دكتور، في انعكاسات داخلية لما جرى، يعني إن كان جوا البيت المستقبلي وشفنا آخر يومين ثلاثة بما يشبه التخوين ببعض المواقف، وإن بالعلاقات مع القوات اللبنانية وأطراف غير مستقبلية، هي تداعياتها مرشحة للتفاقم أم للمعالجة؟ لك أول شيء الحيرة اللي وقعوا فيها الناس ومن ضمنهم قيادات وأفراد أساسيين بتيار المستقبل كانت أدت إلى بعض الاجتهادات اللي بعضها لا يستند إلى أي شيء وبعضها يستند إلى معلومات مجتزأة. رئيس الحريري موجود هلا وهو مرجعية تيار المستقبل، رئيس التيار، وعلى الرغم من انه يعني قد يتكلم الواحد انه ليش عملتوا انتخابات، لا نحن انتخبنا لسعد الحريري عن قناعة، وعمليا هو المسؤول عن القرارات كلها سواء، المسؤول، النقاش قائم داخل أروقة تيار المستقبل بشكل مفتوح. وانا بعرف بكل وضوح بس حتى طلع برات الأروقة دكتور جدل امبارح بهول يومين في تشكيك في اتهامات مزبوط، بس تشكيك بمن وبشو؟ بالنهايه اي شيء لا يصدر رسميا عن سعد الحريري او عن كتلة تيار المستقبل او عن قيادة تيار المستقبل اللي بنتعلم مكتب التنفيذي وغيره او المكتب السياسي، فعمليا هذا لا يعتد فيه. الباقي انا بعتبره كله مجرد، حتى لو حصلت، لو كان عم ينقل شيء حصل بالفعل، لكن هذا لا يعبر عن الا عن تسريبات. بالنهايه الكلام النهائي هو بيخرج من هالمرجعيات هيدي، وبالاخص وبالنهايه من سعد الحريري بالذات، وعمليا اي شيء اخر بيكون خارج الحقائق وخارج. اما برجع على قصه القوات اللبنانيه، اول شيء انا باكد على الثقه والمحبه الكامله بين سعد الحريري وبين سمير جعجع على هالمستوى هذا، وعمليا كل ما صدر حتى اللي متبادلة 100%، وانا مسؤول عن كلماتي، مسؤول عن اللي عم اقوله بشكل مباشر، وهذا ما في اي لبس فيه. الشيء الاخر هو كل ما حصل هو مجموعه من الكلمات المتباعده المتفرقه اللي ما بتعبر ابدا عن الموقف الرسمي بهالخصوص هذا. انا بالنسبه لي نخوض نضال عمره 12 سنه مع القوات اللبنانيه، وهذا النضال تعمد بكثير من الأمور المفصلية، مفصلية والجدية. وبالنسبة لي وبالنسبة لكثير محاسبين كان بتيار المستقبل القوات اللبنانية، أنه عماد لبنان اللي نحن بسمي سعد الحريري لبنان أولا يعتمد على هاللحمة هيدي بالذات، اللي طرفين كانوا على ابتعاد عقائدي ونظرة إلى البلد، قدروا وصلوا على نظرة موحدة للبنان. يمكن أنت بتختلف بالاجتهادات فيها وهذا شيء طبيعي، وأنا من الناس اللي أرفض مبدأ الإجماع. مبدأ الإجماع هو أسوأ شيء بالعالم كله سوا، لكن بالنهاية عماد استمرار البلد هو هاللحمة القائمة بين تيار المستقبل وبين طيب من المنعطف الأخير أو الأزمة الأخيرة، هل خرج سعد الحريري أقوى أم بذات القوة أم أضعف؟
بصراحة أنا إذا بدي أجي أنا تقييمي الخاص، أنا برأيي أنه سعد الحريري بالأساس لأنه يلتزم بمنطق رجل الدولة بدل ما ينتزم الشعبوية، هيدي قوته لسعد الحريري، ويخرج من هالموقع هيدي ليأكد للناس كله تسوى ديش أول شيء أهميته كرجل دولة كعنصر توازن داخل البلد، مش بس على المستوى لبنان، يعني إذا لاحظ المنطقة كلها تساووا العالم بأجمعه أجمع على ضرورة وجوده، والفراغ اللي أحدثه بأكد إن للناس أنه قديش الحاجة لإله حقيقية، وأهم قوة عن سعد الحريري حاجة لإله. هو ما عم يتطلع بصراحة ليكون زعيم بيشير بإصبعه، مش مشان هيك طلبتوا تسبيق الانتخابات لأنه شعرتوا أنه الجو ما طلبنا أكثر. تسبيق وحقيقة يعني يعني مين اللي لمن سأل حقيقة لحلك شغلي ما طلبنا تسبيق الانتخابات ولا جرى هذا الحديث بشكل رسمي، لكن بالحديث اللي جرى مع الرئيس الحريري بشكل افتراضي أنه لنفرض الانتخابات تقديمها أنت بتوافق عليها، قالوا ما عندي مانع. مين اللي طرحها؟ طرح الصحفية الفرنسية اللي حكيت معه باللقاء الأخير. فعمليا ردة فعل الرئيس الحريري أنه إذا حصلت عم يقول أنه نحن منا خايفين من الانتخابات إذا بدها تحصل أو بدها تجرب وقتها، يعني هذا هو الأساس. لكن عمليا أنا بدي أكد لك أنه ردة الفعل العاطفية بالتعاطف مع سعد الحريري من كل الأطراف أيضا بحاجة إلى مساعدة من الجميع لتأمين الاستقرار، وأهم عنصر هو بكل بساطة هو فخامة الرئيس وفريقه السياسي، أيضا بحاجة يتعامل مع هالقصة هيدي بما يتعدى مسألة المحبة اللي هي واضحة وحقيقية. رح نتوقف هلأ، هيدي رح بتكون محور أول بالنص الثاني من الحلقة، تقييمك لأداء الرئيس عون بالمرحلة الماضية، موضوع الائتلافات التي تحضر للانتخابات النيابية المقبلة، وما نسيت لك قصة الحياد يلي أنت منك معه بين الدول العربية. مشاهدي أم تي في، نطرح هذه الأسئلة على الدكتور مصطفى علوش بعد الفاصل. نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور مصطفى علوش، شفنا كثير من الود والشائج العاطفي يعبر عنها بين الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري، هل تقييمك الشخصي في هذا الإطار أيضا؟ لك أنا بأكد لك من خلال طبعا أنا ما يعني ما عندي علاقة مع فخامة الرئيس مباشرة، لكن من العلاقة المباشرة مع سعد الحريري ما في إلا الود والمحبة عم يعبر تجاه فخامة الرئيس، ولهيك هذا اللي فيني أقوله بهالخصوص هيدا، ومنه مضطر يعني الرئيس سعد الحريري يعبر بهالشكل هيدا الجدي، وأنا بعرف من عيونه لأن من سعد الحريري صار لي 13 سنة بوش بوشه بكتير محلات، بعرف لما بيكون صادق بأحاسيسه، ونادرا يعني ما شفته عم يعبر عن أحاسيسه لشخص ما بيحبه بكل بساطة، وبكل حتى في كلمات أوقات هيك بيشلح شلح بتكون قاسية كتير، لا التعبير هي هيك. وأنا بدي أكد على أنه لشو بترجع هيدي؟ ترجع على قبل كل شيء الإصرار العماد ميشيل عون على التريث بكل شيء، وحقيقة في كلمات ود ومحبة قالها الرئيس الجمهورية تجاه سعد الحريري، من ضمنها أنه ابني مثل ابني وبدي فت أنا وياه، بدي أطلع أنا وياه، عمليا قد يكون هناك مصلحة سياسية بالموضوع، بس فيك تعبر عليها بدون هالتعبير. نحن بعدنا شعب فطري وشعب بيتأثر بالكلمة وبالعاطفة ولا شيء، فعمل لك هالكلمات أثرت، بالإضافة إلى ما يبدو أنه باللقاء الأول بيناتهم اللي صار بعد عودة الرئيس الحريري كان واضح الإصرار فخامة الرئيس على التمسك بوجود سعد الحريري معه بعلاقة المودة أولا، ولكن أيضا بالمصلحة الوطنية ثانيا بهالخصوص هيدا، لهيك كان تجاوب الرئيس الحريري واضح بهالأمور هي. لكن هذا لا يعني
انه خلص رامي كل شيء والتسليم والعودة الى العواطف. في واقع انه ايضا فخامة الرئيس كان جدي بمعالجة الامر بما يمكن. يعني هلا خلينا ما نقول انه والله قال له لحزب الله هلا بترجعوا هلا بتعملوا هلا بتتركوا، لا حقيقة ما هو واقع هيك، لانه حتى لو فخامة الرئيس بده يعمل هالشيء منه قادر يعمل هالشيء هذا. فلهيك بالإمكانيات المتواجدة أنا برأيي كان الإداء ممتاز خلال هالفترة. هل هيدا السبب اللي صار بفترة الأزمة ولا ما كان يحكى أنه التوافق الانتخابي ركب بين الطرفين من قبل وأصبح يرى حسنا ما ليس بالحسن؟ ليك إذا منطلع على واقع الانتخابات المرتكزة إلى نسبية منلاقي أنه التوافقات الانتخابية لن تؤدي إلى نتائج كتير باهرة. عمليا بتؤدي إلى نوع من الدعم البسيط ببعض الأماكن. لهيك إذا بتطلع بالخريطة الانتخابية بتلاقي الفوائد من التحالف بين سعد الحريري وفخامة الرئيس قد لا ينعكس إيجابا بعدد نواب أكثر بكثير من المتوقع بأي منطقة من المعارض. بس مصلحة ولا مش مصلحة يتفقوا انتخابيا؟ وين؟ ما هذا هو السؤال. يعني مثلا بعكار بشو؟ هذا هو السؤال. قديش قدرت تيار الوطن الحر يجير للائحة بيدعمها تيار المستقبل؟ ما بعرف. إذا كانت اللائحة مشتركة ماشي الحال، ما فيك تأكد من لائحة مشتركة مين رح يطلع باللائحة. فلهيك انه كحاصل انتخابي عالي، ما تنسى انه انت هون بدك حاصل انتخابي. صحيح، انت بدك حاصل انتخابي، جبت 60% من الاصوات ماشي، يعني انت 60% من الاصوات بتعطيك ساعتها من السبع نواب الموجودين بعكار بتعطيك 4 وبيبقى 3 مزبوط. بالأربعة هول ما في حدا يعرف مسبقا مين اللي حيكون للتيار الوطني الحر بهالحاله هيدي، ومين ما اللي حيكون للتيار المستقبل، مين اللي حيكون للقوات اللبنانيه، ومين اللي حيكون يعني عمليا في كثير امور. عندك شغله ثانيه مهمه، انه انت اذا عملت حاصل انتخابي عالي، نتيجه انتخابيه عاليه، وارتفع الحاصل الانتخابي وكثروا اللوائح ثاني ميل، ممكن تاخذ 7. في استحالة لهالشيء هذا، أنا بأكد لك إنه في استحالة، لأنه القوى الأخرى كمان بدها تحاول تتوحد، تتكتل، ممكن تتكتل. يعني هلا القوى اللي هي 8 أدار أو شيء، أو عندك 8 أدار وعندك الطالعين من المستقبل وعندك صحيح. المستقلين يلي شايفين النسبية فرصة ليبلشوا 100% يعني ساعتها حتكون 4-5 لوائح ضدكم. بأكد لك إنه على الأرجح كل لائحة منهم قادرة أن تعمل على الأقل حاصل انتخابي بيقدروا يأخذوا نائب فيها، على الأقل بأكد لك بكل سهولة، لأنه عمليا في كتير يعني بارامتر تقدر تفوتها، إلا إذا ما قدروا اتفقوا بين بعضهم، وهذا احتمال كبير، خاصة لأنه أنت إذا أنا اشتغلت معك وحطيت مليون دولار أو مليونين دولار، لأنه بأكد لك هذا الرقم اللي بدنا نبلش من هون عملك. بدك تبلش من هون، أنت في عندك هالقد يعني كلفة الانتخابات رح تكون عالية مثل كل الانتخابات السابعة. جيت أنا رسملتك بمليون دولار أو مليونين دولار مشان اللائحة، بالمقابل كل الحسابات بتقول أنه أنا إذا عملت جهد كتير بيطلع لي نائب أو نائبين. طيب معناتها في 5 على الأقل طلعوا برا، دافعين يعني عمليا في إشكالية كبيرة بأكد لك توني بكيفية توقع الانتخابات وكيفية إدارتها وكيفية التحالف فيها، جد صعبة وجد متعبة. طيب بس إنه عمليا رح بتكونوا أقرب للرئيس من القوات اللبنانية، من كتائب، من ما بعرف، صدقني ما بعرف هلا بهاللحظة هذا الكلام عم إذا صحيح. بعد كم شهر الانتخابات دكتور، دعوة لهيئات النخبة بعد يمكن صحيح. شهرين ثلاثة. بأكد لك إنه الأمور قد لا تحسم حتى قبل 10 أيام بهالخصوص هذا. نرجع على قانون الانتخاب، يعني قانون المعجزة خلينا نسميه، يلي عم يقال إنه يحتاج إلى 22 تعديل كي يمكن إجراء الانتخابات. أول شيء هيك من حيث الشكل دكتور علوش، ماذا تشعر عندما يقال
انه قانون انتخاب صار لنا 12 سنه نشتغل عليه او 13 سنه بس عملناه، في 22 تعديل لازم نعمله عاجلا. طيب خليني اول شيء بلش لك بالصنم اللي تم التعبد له على مدى من ايام انا كنت شاب الحركه الوطنيه، كنا نحكي عن قانون النسبه، وكان الهدف الاساسي منه هي كيفيه تمثيل الاحزاب ذات البعد الوطني وذات الانتشار والجغرافي المتسع. انت طبعا هذا الحديث عم يحكي عن احزاب محدده، يعني ما في شك فيها. انت هلا بالتقسيم الدوائر ضربت هالامكانيه هيدي، رجعت لتزيد فوق الجرح يعني حطيت ملح على الجرح، رجعت حطيت الصوت التفضيلي، يعني انت ضربت الاكثر بالاقصى ما يمكن بالصوت الفردي بهالجزئين. انا برايي هجين صعب توفيقه. شو راح يكون الحل برايك؟ هلا راح يتم التراجع عنه ولا يمكن معالجته عبر البنود؟ لا صعب يتراجع عنه، لانه عمليا قله كثير لدرجه انه يعد كافر من يتراجع عنه بهاللحظه هيدي. والتعديلات اللي بدك تعملها 22 تعديل او تعديلين او 6 تعديلات، شو هن؟ شو هي؟ يمكن هالتعديلات هيدي اللي انت عم تطرحها لا تناسب واحد من الاطراف اللي عم يساهموا بحطها، يمكن يرفضها ويقول لك لا بدي التعديل الثاني. عمليا ما في شك انه ازمه اللي بسموها الشركه الوطنيه، انا بسميها شركه وطنيه ما بسميها شركه وطنيه، اللي هي بعدها عم تتعامل مع بنظام تحاول ان تصوره نظام ديمقراطي، لكن بعد عقليه الاقطاع السياسي اللي هو اقطاع مذهبي على سياسي على كله، هي اللي عم تقوده. كيفيه المحافظه على الوجود وعلى السلطه بقلب هيدي من خلال ترتيب النظام الانتخابي بشكل انه يخدمك بالنهايه. عمليا انا باكد لك حسب تقديري وحسب قراءتي، المجتمع المدني اللي هو ممثل جزء كبير من المجتمع اللبناني لن يتمكن من ايصال الا نادرا او بالصدفه حدا من أعضائه. المجموعات اللي الأحزاب ذات الانتشار الوطني والطابع غير الطائفي لن تتمكن من أنه تدخل إلى البرلمان إلا برعاية قوى أخرى كبرى، مثل ما حصل مثل ما بيحصل مع الحزب القومي السوري، مع حزب البعث العربي الاشتراكي السوري خلينا نسميه، أو مثل مع أي حزب تاني. طبعا طبيعة الحال الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية ذات الطابع العلماني ما لقيت حالة بأي محل، وطبيعي ما تلاقي حالة وما تلاحت تقدر توصل حدا بهاللحظة علي بهاللحظة التاريخية. لهيك أنا بالنسبة لي إما الذهاب إلى نسبية كاملة على أكبر ما يمكن من الدوائر الانتخابية اللي بساعة الأحزاب حقيقة هي بتقودها، أو الذهاب إلى الدائرة الفردية اللي هي بتروح تعطيك تمثيل محلي اللي هو بالمدن شبه مستحيل، بالمدن وبالقرى وكيف بدك تقسمها وكيف بدك ترسم الحدود الجغرافية شبه مستحيل. لهيك أنا بعتقد أنه الحل الوحيد هو أنك تروح على النسبية ذات لنقول على أساس الدوائر الانتخابية الكبرى. عم نحكي عن هلا عنا 8 أو صاروا 9 هلا كمان 9 دوائر تسع محافظات نسبية كاملة، وساعة الطريقة الوحيدة طبعا مع المحافظة على المناصفة. طيب بس كيف تعمل ترتيب اللوائح؟ ترجع بتعمل ترتيب اللوائح مثل ما بيحطها كل حزب لا بدون صوت تفضيلي. طيب وليش انه حضرتك تعرف اليوم عندك احزاب تقدر تعمل عملية داخلية تختار فيها بانتخابات تمهيدية إذن الترتيب؟ ما تروح شو بدك ساعتها؟ ما تروح لكن على النظام النسبي، يعني ساعتها رجع على النظام اللي كنت ماشي عليه. وبصراحة يعني كل الهجاء اللي نحط على هذا النظام أنا بالنسبة لي بعده أقل ضررا من فايت أنت على مغارة ما لح تعرف بكرة قديش لح يكون في اعتراضات عليها. ليش ما بزالك مع الدائرة الفردية وعم بتشوف صعوبة التقسيم الإداري للدائرة الفردية، ليش ما بتروح على صوت واحد للناخب الواحد شو ما كانت الدائرة؟ ساعتها بترجع على يعني بتعمل خليها دوائر 60. ساعتها بأكد لك على شيء بده يصير، في ناس رح تاخذ 100,000 صوت وتنجح، وفي ناس رح تاخذ 5,000 صوت وتنجح.
كمان هون في إشكالية. يعني بس إنه عملية هذا خيار الناس بيكون. إيه بس المشكلة. وبتحررها حتى ساعتها من لعبة الطائفية. ما ممكن هالشيء هذا بس كمان لح تشوف إنه يمكن كمان توضح كمان الصورة الطائفية. عندي بطرابلس في المرشح الروم الأرثوذكس يمكن نجح بألف صوت. 1200 صوت ومرشح السني هذا أعلى شيء لأنه طبعا حيترشحوا شيء 6-7 ويتقاسموا الأصوات. طيب بس ممكن السنة ينتخبوا. لح ينتخبوا مين؟ ينتخبوا صوت أرثوذكسي. على نادرا ما الشيء لح يصير للأسف يعني للأسف هذا واقع لهيك إلا إذا فتنا على رجعنا لعبة المال فاتت من جديد ولعبة الخدمات رجعت على نفس الدائرة. بس ما بتكون كسرت أشياء معينة؟ أنا برأيي اللي بيكسر الدائرة المعينة هو التصويت النسبي على أكبر دائرة على أكبر نسبة من ال. بس أنت حضرتك يعني بما تنشط بالكتابة به ليلة نهار بتعرف إنه اليوم لبنان فيه جهات معينة تتمتع بغالبيات شو ما تعطيها تقسيم راح بيكون عندها إلا إذا أعطيت استعطمت النسبية بدون ما تروح على الصوت التفضيلي ساعتها بدوائر كبرى قادرة الأحزاب. بس ما بتكون عمل تغيير دكتور مين قادر لا يعمل؟ ما لح تعمل تغيير أنت منك شايف تغيير بالأساس لا 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 بالأساس طبيعة النظام اللي بيسموها شراكة وبرجع بأكد سميها شركة مساهمة لبنانية طبيعة الارتزاق داخل البلد هون بس ما بيصير أحسن بحسب رأيك طرح اللقاء الأرثوذكسي يلي بيجعل المنافسة داخل الطوائف لا بين الطوائف ترجع ساعتها أكثر الناس تصلبا وتطرفا بأي طائفة هو اللي بده يكون له الدور الأكبر بهالحالة هذه. أنا برأيي أنه طبعا اذا بدك تيجي رايي النظام الطائفي كليته سواء ماني مقتنع فيه. روح على شخص واحد للناخب واحد وحرره من الطائفيه ماشي ساعتها معقول معقول. خلينا ما نسيت لك قلت اول الحلقه كيف يمكن للبنان ان لا يكون محايدا بين الدول العربيه؟ يعني الحياد او عدم او طرح الحياد باللحظه هيدي هو إشكالية كبيرة. أول شيء عندك أنت من جهة الشيء اللي ما فيك تنساه أنه أنت كيف فيك تكون محايد إذا إسرائيل موجودة على المستوى أما إذا صار صراع بين الدول العربية أو لأنه هلأ إذا بدك تطلع سوريا اليمن العراق في إشكالية كمان هون هلأ فينا نقول وراح يصير فيه نحن بنعتبرهم أنه محتلين اوكي لكن عمليا انه في واقع مش بهالدقه هيدا مش بهالدقه في شعب اليمن ضد مع ايران وفي شعب مع السعوديه اوكي يعني في شعبين فما يحصل بايران صحيح نحن في شرعيه دوليه وفي كل هالامور هيدي بنحكي عنها لكن الامر على الواقع هو هيك. سوريا الوضع نفس الشيء والعراق نفس الشيء. انا بالنسبه لي اذا بدي اطلع شو هي بطلع مصلحتي ساعتها إذا بدي يكون مركانتيلي أو براغماتي بقول أنه أنا مصلحتي هون شو بدي فوت بالجدل على هالموضوع هذا. لكن حتى لو بدي أطلع على مصلحتي اللي هي تاريخيا موجودة بمكان واحد منها موجودة بأمكان أخرى بلاقي أنه وضعك بالداخل بس هذا ما أخذوه يعني عادة تاريخيا يعني إذا بدنا نرجع من مطلع الستينات لما اختلف الرئيس عبد الناصر والمملكة العربية السعودية ما قدر لبنان إلا يضل مع الرئيس عبد الناصر. لا كمان لا إذا بدك تطلع 63 62 خليني أقول لك شغلة وال 61 أجبر لبنان بهالواقع هذا بسبب واقع سكاني يعني لا أنه يعني عمليا يعني إذا بدك تروح بالمشكل للآخر يعني ما هو خيار سنة لبنان خيار سنة لبنان كان ضد السعودية سنة الأيام عبد الناصر كل المرحلة أوكي يعني عمليا أنه وخيار أيضا طبعا ألا ما في شك أنه بحاجة أن يكون عندك طرف كمان داعمك لكن بالنهاية خليني أكد على أنه الخيارات كتير دقيقة عنا كتير دقيقة وكتير محشورة ولا والسبب الرئيسي هو لا يعود انه والله هذا الطرف اخذ الموقف هذا لانه عمليا انت بقلب الداخل عندك قوه مسلحه
هي اللي مخربطة التوازن الكلاسي. دكتور يعني عندما كانت بالستينات هيدي القوة منظمة التحرير كان الشعار الأول إنه مقاتلة إسرائيل. خليني ونتغاضى عن كل. سنة 58 ما كان في منظمة التحرير. ماشي الحال. صحيح. كان في عبد الناصر كاريزما عبد الناصر ولم يكن له وجود مسلح على الأرض. يعني حتى الثورة اللي بلشت بهذيك الوقت بس ما دلوا بعت له سلاح من بعدين. سوريا قبل بعد لا خلينا اول يوم اول بالبداية فلتوا على محلات الصيد وبلشوا يسرقوا البواريد الصيد وبلشوا يقتلوا فيها. بعد كم يومين ثلاثة أربعة أسبوع فات السراج وفلش لك المتريوز والبورسعيد واللي كانوا يقعوا على الأرض يقتلوا من اللي كانوا عم يستعملون أكثر من ما كانوا يقتلوا بالجهة المقابلة. لكن عمليا كمان سنة يعني الحراك اللي صار بين بين 61 وصولا إلى 69 كمان ما كان يستند إلى قوة مسلحة لكن يستند إلى واقع أساسي. وأنا برأيي أنه وهذا مراجعة حصلت عند المارينوية السياسية أو عند بعض المارينوية السياسية أنه كمان أسيء إدارته للمسألة. وهل كان بالإمكان بهذاك الوقت أنه تسويات معينة تأدي رئيس فؤاد شهاب راح أنا رأيي لا أنا رأيي لا هيدا بده حديث تاني لحلقة تانية يضاف له موضوع صفقة العصر. هل بكلمة واحدة ومنناقش بعدين هل صفقة العصر ممكنة بالنسبة لفلسطين بالنسبة لإسرائيل اليوم؟ لا غير ممكن. مشاهدي ام تي في نكتفي بهذا السؤال ومنحيله للقاء ان شاء الله مش بعيد مع الدكتور مصطفى علوش. شكرا لمتابعتكم وتذكير انه بامكانكم تتابعوا اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على تويتر فيسبوك وام تي في.com.lb. الى اللقاء.